مع حلول ذكرى 54 للعيد الوطني العماني، تشهد السلطنة نهضة اقتصادية كبيرة وتطور هام في صعيد العلاقات الاقتصادية بين دمشق ومسقط من خلال عدة اتفاقيات وخطوات تنفيذية هامة متبادلة على مدار العام الماضي. تمر الذكرى 54 للعيد الوطني في سلطنة عمان الشقيقة، وقد حققت السلطنة قفزة نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ونحن بهذه المناسبة لابد أن نسلط الضوء على العلاقات السورية العمانية التي حققت قفزات نوعية أيضا في كافة المجالات منذ فجر سبعينيات القرن الماضي. طبعا هنا إشارة سريعة إلى أهم ما تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية. العلاقات السورية العمانية بأبهى صورها ظهرت خلال الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس بشار أسد إلى سلطنة عمان خلال شباط من العام الماضي. أيضا تم عقد الدورة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة خلال الشهر السابع أيضا من العام الماضي، بالتزامن أيضا مع انعقاد اللجنة تم عقد منتدى رجال أعمال السوري العماني، وكان أيضا منتدى ناجح بكافة المعايير والمقاييس. أنا أتوجه باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي التجاري السوري في سلطنة عمان بالتهنئة إلى أخوتنا في عمان وإلى شعبا وقيادة بالعيد الوطني 54. لا شك سلطنة عمان خلال السنوات الماضية شهدت نهضة كبيرة وتطور كبير أيضا في العلاقات العمانية السورية على مختلف مستويات، سواء المستوى الثقافي الاجتماعي وحتى المستوى التجاري. شهدنا مشاريع مشتركة، شهدنا أكثر من نشاط وفعالية مشتركة. تطور هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين أسهم في ازدياد عدد أبناء الجالية السورية في عمان لتصبح ثاني أكبر جالية عربية متواجدة فيها، حيث تساهم بشكل إيجابي في نهوض المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. طبعا نحن نهني الشعب العماني الشقيق بالعيد الوطني 54. شعب عمان هو شعب من أجمل الشعوب اللي تتعامل باحترام ومضياف رقم واحد. الشعب العماني والشعب السوري شعبين شقيقين، وعمان بشكل خاص احتضنت السوريين بشكل جميل جدا، فنحن نفتخر ان الموجودين بعمان ونعتبرها هي بلدنا الثاني، ونتمنى نضل موجودين ويضل التكاتف بيناتنا ان شاء الله. انا بهني الشعب العماني على العيد الوطني اللي موجود، والحمد لله انا عامل جماعه كثير طيبين وكويسين وما مقصرين ان شاء الله، ونحن السوريين والعمانيين إن شاء الله واحد إن شاء الله، بهني جميعا. أبناء الجالية السورية في عمان يهنئون السلطنة بعيدها الوطني ويتمنون للشعب العماني المزيد من التطور والتقدم، مع تأكيدهم على استمرار المشاركة الفاعلة والمميزة في المجتمع العماني وإعطاء صورة إيجابية تعكس مجتمعهم وحضارتهم العريقة. يهنئ أبناء الجالية السورية في سلطنة عمان أشقائهم بالعيد الوطني 54، ويؤكدون على عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. سومر العلي، الأخبارية السورية، مسقط.